$2,086,000 من صندوق إعادة إعمار الأنبار، خصصت لتأهيل وإعمار جسر الرمادي الرابط بين الجزيرة ومركز المدينة، فضلاً عن مبالغ مالية أخرى خصصت لإعمار جسور أخرى في المحافظة لتسهم بإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وتدفق الحياة فيها مجدداً. مدة تنفيذ العمل 12 شهر وبكلفة $2,289,000. العمل حاليا يسير ضمن البرنامج المخطط له. هناك خطة لإعادة إعمار الجسور المتضررة ضمن صندوق الإعمار وكذلك محافظة الأنبار ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي. أهالي الرمادي ناشدوا الجهات المسؤولة الإسراع بإعمار الجسور الأخرى الرابطة بين مركز الرمادي وغرب المدينة لإنهاء الزحام على المعبر المخصص في منطقة الحوز عبر نهر الفرات. طالبين من الحكومة أن الإسراع شوية على الجسور يسوونها المسافة بعيدة، كذلك هذا يصير بعثة واحد على الجزيرة كله، ونطلب من الحكومة مالتنا أن يكملون الجسور مال فلسطين ومال أي جسر مال بفراج ومال بعيثة تأمن يجي يفوت من على راحته خير من الازدحام. يقومون بعملهم والله، لان بس نريد اسرع، يعني نريد شغل اسرع، لان والله ما تدري هسه انا تروح لسبعة كيلو تروح للسوق تروح، يعني زحمه حيل زحمه حيل حيل. فيما طالب اخرون من اهالي الجزيره القوات العسكريه بتخفيف الروتين المتبع والسماح لهم بادخال البضائع لمناطقهم عبر مجسر البعثه باتجاه جزيرة الرمادي والسماح للعوائل بالعبور بعجلاتهم دون أي تقييد لهم وفق الإجازات الأمنية. لا كتاب تخويل، لا تقدر تطلع أي شيء، يعني هسه يقول لك ما تروح تجيب مسواق وتجيب غراب إذا مو تخويل وما أعرف شنو النوب. السبب الجسور مهدمة، الجسور مهدمة، يراد لنا أقل شيء بهنا بالجزيرة أقل شيء 3 جسور 4 تذكر. هسه عندنا جسر البعيث هنا، اذا مو تخويل يقول لك ما تعبر. نعاني ما نعاني من عبورنا للرمادي ومجيئنا من الرمادي، يعني قله النقل صعبه علينا سواء مريض او مواد غذائيه او مواد معيشيه، كل لا محافظ اجى زارنا وشاف معاناه اهل الجزيره، لا اعضاء مجلس محافظه كائن من يكون من عندهم. 8 جسور تم اختيارها من بين 130 جسرا مدمرا في الانبار، تم المباشرة والعمل بها لإنجازها بأسرع وقت ممكن لتسهم بإعادة الحياة إلى المدينة. من مدينة الرمادي، عمر العبيدي، الحرة.